السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وزارة التربية تحسم جدل الدور الثالث للسادس الإعدادي. أكدت وزارة التربية عدم وجود قرار رسمي حتى الآن يقضي بالسماح لطلبة السادس الإعدادي المكملين بأداء امتحان الدور الثالث. فقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح أنه لا يوجد أي قرار حاليا بشأن منح دور ثالث لمرحلة السادس الإعدادي، مبينا أن الوزارة سبق وأن صرحت مسبقا بهذا الشأن. وأضاف فاروق أن قرار وزارته بمنح دور ثالث للعام الدراسي 2020-2021 جاء بسبب جائحة كورونا وما سببته من تذبذب الدوام بالمدارس حينها، بيد أن العام الدراسي 2021-2022 كان مستقرا تربويا وإداريا ودوام المدارس كان جيدا. أضاف إلى ما أسهم به التعليم الإلكتروني من تعزيز العملية التعليمية للطلبة لهذه الفئات. وزارة التعليم تقرر تقسيط الأجور الدراسية. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقسيط الأجور الدراسية، وفيما يلي نص القرار بحسب وثيقة نصت على ما يلي: أولا، مراعاة تقسيط الأجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي إلى 3 دفعات. ثانيا، مراعاة الالتزام بتقسيط الأجور الدراسية للدراسة المسائية وفق ما جاء بقرار هيئة الرأي علىه.